بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن ما هي فوائد الإعجاز الرقمي. راح أختصرها في أربع مراحل. أول مرحلة وهي وسيلة لهداية الملحدين في هذا العصر. اثنين، زيادة اليقين بأن القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، وسيلة فعالة لدعوة إلى الله تعالى. أيضا أربعة، اكتشاف المزيد من عجائب القرآن، والله أعلم.